السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في زوايا الحدث. في حلقة الليلة سنسلط الضوء على موعد بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ظل الانقسام الحاصل والحرب الدائرة وتداعياتها على قطاع التعليم بشكل خاص. إذن مشاهدينا، أقرت اللجنة العليا للاختبارات في العاصمة المؤقتة عدن موعد بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي ابتداء من يوم غد الأحد، فيما أقرت سلطات الميليشيا في صنعاء 30 من هذا الشهر موعدا لبدء الامتحانات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم إصدارها لأرقام الجلوس الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2015-2016. نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس أيضا حذر من مغبة انتحال صفة الطلاب من قبل آخرين لأداء امتحانات الثانوية العامة، حيث ذكرت مصادر صحفية عن لملس قوله إن هناك محاولات لانتحال أسماء طلاب في الثانوية، بعضهم غير موجودين في البلاد وسيؤدي بدلا عنهم طلاب آخرون. وحمل لملس مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات المحررة المسؤولية، مطالبا إياهم بتكليف الموجهين للنزول إلى المدارس للتأكد من أسماء جميع الطلاب التي صرفت لهم أرقام الجلوس. مشاهدينا، الانقسام الحاصل في العملية التعليمية وأثر ذلك على نتائج طلاب الشهادة الثانوية العامة وأيضا سير الامتحانات في المحافظات المحررة والخاضعة لسيطرة الميليشيا ستكون محور نقاشنا في زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. لأول مرة سيذهب الطلاب إلى امتحانات الثانوية في مواعيد مختلفة، موعد حددته السلطات الشرعية في المحافظات المحررة وموعد آخر حددته الميليشيا في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها. إذ حددت الحكومة الشرعية 24 من يوليو من هذا الشهر موعدا لبدء امتحانات أكثر من 83,000 طالب وطالبة يتوزعون على 636 مركزا امتحانيا في عدن والمحافظات المحررة، فيما حددت الميليشيا 30 من نفس الشهر موعدا آخر. هذا الانقسام الكبير ليس حدثا طارئا ولا يقتصر فقط على الموعد وحسب، لكنه نتيجة طبيعية لواقع منقسم ومضطرب ويشمل العملية الامتحانية بشكل كامل. فقد كان من الطبيعي أن يفضي الواقع السياسي والعسكري إلى انقسام يهدد العملية التعليمية ومصير مئات الآلاف من الطلاب. يقول مراقبون إن هذا الأمر مؤشر خطير سينعكس فيما بعد على آلية اعتماد النتائج وتقديرات الحاصلين على التفوق في أوائل الجمهورية وغيره الكثير من المؤشرات الخطيرة، فيما يرى آخرون أنه واقع يستحيل التحايل عليه أو تجاوزه على عكس العام الماضي، فقد حدث وأن نجحت عملية التنسيق والتواصل بين كافة المحافظات رغم النزاعات والحرب الدائرة. نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس حذر هذه المرة من مغبة انتحال صفة طلاب من قبل طلاب آخرين والجلوس بدلا عنهم لأداء امتحانات الثانوية العامة. وقال لملس في تصريحات صحفية أن هناك الكثير من الطلاب رفعت أسماؤهم من قبل المحافظات وسلمت لهم أرقام الجلوس على أساس أنهم طلاب منتظمون في مدارسهم في الداخل وهم في الأصل خارج الوطن منذ أكثر من عام. والكارثة والمصيبة، يقول نائب الوزير، أن هناك من سيدخل الاختبارات بأسماء هؤلاء الطلاب الغائبين وسيختبر بدلا عنهم. إشكالية أخرى تحدثت عنها وسائل الإعلام وتشهدها وقائع الامتحانات كل عام، الغش يجمعنا، ليس أصدق من ذلك وصفا للأسف لفضائح التسريبات التي تعصف بامتحانات الثانوية العامة، كما استشرى الغش الذي لم يفوت أهله الإفادة من أحدث تكنولوجيات الاتصال بعد التحايل على الإجراءات الأمنية في لجان الامتحان. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من العاصمة المؤقتة عدن القائم بأعمال قطاع المناهج والتوجيه الدكتور صالح الصوفي. دكتور مساء الخير. مساء النور. مساء الفل. أهلا بك دكتور. أقرت وزارة التربية في العاصمة المؤقتة عدن 24 من هذا الشهر موعدا لبدء امتحانات الثانوية العامة وأيضا الشهادة الأساسية، ما مدى جاهزية مكاتب التربية لإنجاح هذه العملية؟ شكرا جزيلا لقناة بلقيس على هذه الاستضافة الطيبة وفي هذه الليلة المباركة، ليلة تدشين اختبارات الثانوية العامة التي ستجرى يوم غدا الأحد الموافق 24 يوليو في عموم المحافظات المحررة. نعم. والتي كما أسرفتم سيجلس لهذه الامتحانات قرابة 53
ألف طالب وطالبة في هذه المحافظات، يتوزعون على 636 مركز امتحاني في هذه المحافظات. بالتأكيد أن هذه الاختبارات تأتي كثمرة لجهود أولا أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب والطالبات كي يقطفوا ثمار جهودهم المباركة التي بذلوها خلال السنة الدراسية، بل خلال السنة 10 سنة دراسية من عمرهم. وستتوج هذه الجهود يوم غدا في محفل اختباري تمكنت اللجنة العليا الاختبارات في العاصمة عدن وقيادة وزارة التربية والتعليم في وقيادة وزارة التربية والتعليم في المحافظة المحررة بالتحضير. نعم، لكن يعني دكتور، يعني جميعنا نعرف يعني الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الحكومة حاليا، يعني ما مدى التجهيز والتحضير لهذه الامتحانات من قبل وزارة التربية والتعليم؟ أخي العزيز، بعد ما فرض الانقلاب واقع جديد على اليمن برمته، يعني بالتأكيد، وبعد أن تحررت المحافظات، بعد أن تم تحرير عدد المحافظات ووصل إلى حد إلى قرابة 12 محافظة، بالتأكيد لن تقف جهود الناس مكثوفة فيما يتعلق بإتمام أمور الحياة المختلفة. ويأتي في مقدمة هذا الأمر العملية التعليمية، فبعون من الله ورعايته وتوجيه من الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، قامت وزارة التربية والتعليم بالتحضير لهذه الاختبارات النهائية للشهادة الثانوية العامة منذ وقت مبكر، منذ نهاية العام الماضي 2015، وذلك بالتواصل مع المكاتب التربية في المحافظات، برفع كشوفات المتقدمين للعملية الاختبارية في عموم هذه المحافظات. وبدورها قامت قيادة وزارة التربية والتعليم في المحافظات المحررة في العاصمة عدن بتشكيل لجان فنية وتنظيمية مختصة تولت عملية استكمال مرحلة الترتيبات، بدءا من إدخال هذه الكشوفات في الحاسوب، ومن ثم إصدار كشوفات المناداة وبطاقات التقدم وتوزيعها على المحافظات المحررة لكل عموم الطلاب المتقدمين الامتحانات. وقامت اللجنة العليا للاختبارات في العاصمة عدن بإرسال وتوزيع بطاقات أرقام الجلوس في وقت قياسي وبجودة وبدرجة عالية من التحضير، وعممتها على المحافظة المحررة. اليوم أبنائنا سيتجهون إلى الاختبارات يوم غد، ونحن ومن منبركم نتوجه لأولياء الأمور أن يطمئنوا، لأننا لأن هذه الامتحانات قد أخذت شكل ومضمون آخر غير الشكل والمضمون الذي تعودت عليه الجمهورية اليمنية خلال أعوام وعوام وعقود من الزمن. بمعنى أن هذه الامتحانات ستجرأ في المدارس نفسها، في كل مدرسة درس فيها الطالب سيمتحن فيها، وسيكون مدير المدرسة هو المشرف، والملاحظين هم المدرسين الذين يعني درسوه خلال السنوات الماضية. هذا الشكل الجديد هو تتويج لنظام رصد المعدلات التراكمية، بمعنى أنه 50% سيكون للأعوام أول ثانوي ثاني ثانوي والفصل الأول من نعم. ولكن دكتور، يعني أسئلة الامتحانات، يعني هل سيتم إعدادها في العاصمة أو قد تم إعدادها في العاصمة المؤقتة عدن، أم أنها ستأتي من صنعاء؟ لا، بالمناسبة أود أن أوضح لك هذه النقطة أيضا. اللجنة الاختبارات شكلت مطبعة سرية وشكلت كنترولين، كنترول في محافظة عدن وكنترول في حضرموت ساحل. المطبعة السرية تتولى إعداد الأسئلة المختلفة للأدبي والعلمي، يعني ولدينا كوادر على درجة عالية من الاختصاص وبرئاسة يعني مختص في القياس والتقويم، وله علاقة بهذه المسألة منذ سنوات، وهو الدكتور شكيب باقرش المسؤول الأول عن
المطبعه السريه سابقا ولا زال، وقامت هذه المطبعه السريه باعداد اسئله الامتحانات الثانويه العامه، وتم تسليمها لمدراء مكاتب التربيه، وقامت المحافظات باستلامها، وهي الان بدورها قد اوصلتها للمراكز الامتحانيه في عموم المراكز الامتحانيه في عموم المحافظات المحرره. نعم دكتور، سنستكمل الحديث في هذا الجانب. للجميع يا استاذي، ليطمئن الجميع ان اسئله الامتحانات قد وصلت الى المراكز الاختباريه في عموم المحافظات المحرره، في كل المراكز الامتحانيه 636 مركز لديها اسئله الاختبارات، وقد تشك ولجان الاختبارات على وشك ولجان الاختبارات في هذه المراكز على هبه الاستعداد لبدء ساعة الصفر يوم غد الصباح لتشكيل عملية امتحانية. نعم دكتور، نعم دكتور تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن من صنعاء علي الحيمي، عضو اللجنة العليا للاختبارات. سيد علي مساء الخير. مساء النور. سيد علي، كيف تبدو إجراءات الإعداد لموعد الاختبارات الثانوية العامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً يشرفني أن يعني أبلغكم عبر قناتكم وجميع المستمعين أننا في الشركة التربوية التعليمية حرصنا أن نتعامل مع القضية التربوية التعليمية بعيدا عن أي أوضاع سياسية تشهدها البلاد حاليا أو لاحقا. منذ العام الماضي تعاملنا مع القضية التعليمية باعتبارها قضية واحدة تخص طلاب الجمهورية اليمنية أينما كانوا، ولذلك نجحنا في العام الماضي في الامتحانات. وهذه السنة بدأت الإعداد من وقت مبكر لإجراء الاختبارات في جميع محافظة الجمهورية، والتنسيق بيننا وبين الزملاء الكرام الدكتور صالح صوبي والدكتور عبد الله بلت وجميع الزملاء من أجل أن هدفنا الوحيد هو إجراء الاختبارات لطلابنا أينما كانوا في ربوع اليمن، من أجل أن يحصدوا ثمار عام دراسي كامل. لا نريد أن يتضرروا بالأوضاع التي تمر بها بلادنا في هذا. لكن يعني سيد علي، لماذا لا يتم توحيد موعد الامتحانات يعني في العاصمة المؤقتة عدن، يتم الإعلان أنه يوم غدا ستكون أول أيام الامتحانات، بينما أنتم في صنعاء يعني أول أيام الامتحانات ستكون في 30 الشهر يعني نهاية الشهر؟ عفوا يا اخي، ارجو ان تقول، لا تقول انتم، نحن كتربويين نحن نتعامل ككتله واحد وككيان واحد. يعني ما يحدث ان الامتحانات فترات متباعده، اين التوحد في الموضوع؟ عفوا يا اخي الكريم، نحن في العام الماضي نظرا للظروف التي تمر بها بلادنا ولان هناك اوضاع خاصه لبعض المحافظات اجرينا الامتحانات في العام الماضي على 4 مراحل. نعم. وهذا العام تم الاتفاق على إجراءها على مرحلتين. المرحلة الأولى التي تم استكمال الاستعدادات والتجهيز لإجراء الاختبارات ستبدأ في يوم غدا 24/7، وبقية المحاضرات سنستكمل بقية الاستعدادات خلال هذا اليومين أو هذا الأسبوع، وستنطلق إن شاء الله تعالى في 30/7. لكن العملية تمشي في إطار علمي وإطار فني. نعم. بحث ليس له علاقة بأي مهاترة سياسية، لأننا نعتبر أننا نحن مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى وأمام مجتمعنا على مستقبل أبنائنا وبناتنا الطلاب أينما كانوا في جميع ربوع اليمن. نعم سيد علي، هل لديكم إحصائية بعدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام؟ نعم، الإحصائية بشكل عام وصلت إلى أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات الجمهورية للمرحلة الثانوية، وحوالي 353 ألف في المرحلة الأساسية. المرحلة الثانوية سيجلس الطلاب في 1600 مركز اختباري موزعة على جميع مناطق ومحافظة الجمهورية، وبالنسبة للمرحلة الأساسية جلس الطلاب في أكثر من 3500 مركز امتحاني في جميع ربوع وطننا العزيز. نعم، ابقى معنا سيد علي. نعود بالسؤال إلى الدكتور صالح الصوفي. دكتور، ماذا عن الطلاب النازحين وايضا الطلاب الذين هم خارج اليمن؟ لو سمحت اود ان اوضح بعض القضايا التي طرحت في حديث الاستاذ علي. تفضل. نحن في المحافظات المحرره ليس لنا اي تنسيق مع اخواننا في صنعاء مطلقا. نعم. بعد ما سيطر الانقلابيون على مقاليد السلطه في صنعاء. نعم. انتفى كل شيء، تولد
واخيرا جديد فرض على الجميع ان يعني تتبلور معطيات جديده. المناطق المحرره بعد ان حررت من الانقلابيون تتولد فيها واقعا جديد وتجسد الواقع في العمل التربوي بان هناك قياده اسمها قياده وزاره التعليم في المحافظات المحرره تتبع الحكومه الشرعيه ولا تتبع وزاره التعليم المهيمن عليها الانقلابيون. وهذا الحيني اللي تحدث معك لقد تم اقصاؤه من وكيل قضاء المناهج وتم احلال وكيل قضاء جديد من الانقلابيون يمثل الحركه الحوثيه بقرار من اللجنه الثوريه. وهذا الوكيل اللي هو يعني ما هو قرار من الشرعيه تم اقصاؤه. اليوم مستر علي يتحدث باسم الامتحانات المحافظه كلها، انا اقول له لا، انت تتحدث باسم الامتحانات من صنعاء باسم صنعاء، ونحن نتحدث من عدن باسم الشرعيه، واحنا نحضر امتحاناتنا بمعزل عن اي تنسيق مسبق مع قياده وزاره التعليم في صنعاء. لدينا تحضيراتنا وترتيباتنا ونحن بكره سنمتحن بمعزل عن اي تنسيق مع الاخوان في قياده وزاره التعليم المسيطر عليها من قبل الانقلابيون. هذا ينبغي ان يفهم الجميع. سانقل حديثك لضيفنا الاخر السيد علي الحايمي. دكتور، هذه حقيقة. نعم دكتور، ونحن لا ندرج في أطار أرقام الممتحنين لديهم في صنعاء، هم هذا أمر يخصهم. نحن لدينا حكومة شرعية في المحافظة المحررة ولدينا وزارة التربية في المحافظة المحررة، عندنا إحصائياتنا وعندنا بياناتنا، وقد أبلغتك بأن هناك 53 ألف طالب سيجلس في الامتحانات في المحافظة المحررة وأي أرقام أو بيانات فهي تخصهم في صنعاء وامتحاناتهم في 30 ونحن في 24، وهم قد حجبوا علينا يعني كل مخصصات العمليه الامتحانيه منذ ان شغلنا بالتحضير من بدايه العام الماضي، بالاضافه الى 18 مليون لكنترول عدم العام الماضي. نعم دكتور. دكتور سانقل حديثك لضيفنا الاخر، لكن انا كنت قد سالتك ماذا عن الطلاب النازحين والذين هم خارج اليمن؟ لا هو اعطاك الان احصائيه باعداد المتقدمين في الحالات كلها. اخي يعطيك احصائيه بعد المتقدمين في المحافظات التابعه للانقلابيين، اما نحن فاعطيناك احصائيه بعد المتقدمين الامتحانات في المحافظات المحرره فقط، وهذه تتبع الحكومه الشرعيه ولا تتبع يعني وزاره التربيه والتعليم الخاضعه للانقلابيين في صنعاء جمله وتفصيلا. نعم اشكرك الدكتور صالح الصوفي القائم بعمل قطاع المناهج والتوجيه، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة المؤقتة عدن. نعود إلى ضيفنا الآخر السيد علي الحيمي عضو اللجنة العليا للاختبارات. يعني سيد علي، الدكتور صالح يتحدث أنه لا يوجد أي تنسيق ما بين يعني وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن وأيضا الوزارة في صنعاء، بينما أنت تؤكد عكس ذلك، ما الذي يدور؟ أخي الكريم والاخ العزيز الاستاذ الدكتور صالح الصوفي والاستاذ الدكتور عبد الله الناس وجميع الزملاء، هؤلاء هم قياده لدينا في وزاره التربيه والتعليم، عملنا معهم لحوالي 10 سنوات مضت. نحن اتفقنا العام الماضي كتربويين ان نترك التربيه والتعليم بمنأى عن اي تجاذبات سياسيه، هدفنا الاول والوحيد هو مصلحه ابنائنا وبنات الطلاب. حتى الاخ معايير اعداد الاسئله هو اولا قبل ان نتكلم عن معايير الاسئله، كنا في العام الماضي عملنا تفويضات لكثير من المحافظات، يعني انشانا كنترول في عدن وكنترول في حضرموت وكنترول في اب واضافه الى الكنترول المركزي، ولا زال هذا الموضوع قائم. عملت هذه الكنترولات وفقا للتفويضات التي منحت سابقا من اجل واحد مثل العمل التربوي والتعليمي. نحن سنبقى حريصين الى اخر مدى او الى اخر ما يمكن نتصوره بان يبقى العمل التربوي والتعليمي واحد وموحد، لان مصلحتنا جميعا سواء في عدن او في حضرموت او في صنعاء هو ابنائنا وابناتنا الطلاب الذين نريد ان يقطفوا ثمار عام دراسي تعبنا جميعا فيه وعملنا كثيرا سواء في كل مدارس الجمهوريه بتصل الى 17000 مدرسه وتصرف مرتباتها كلها من البنك المركزي بصنعاء. نحن لا نتعامل من هذا من هنا بمنطلق ان هذا يتبع فلان او هذا يتبع فلان، نتعامل بان هذه المدارس كلها وهؤلاء الطلاب كلهم
ينتسبون الى مدارس الجمهوريه اليمنيه في جميع ربوع وطننا الحبيب. نعم، ولكن هناك البعض ايضا يشكك. رئيس المطبعة السريه الذي قام باعداد واشراف على الامتحانات في محافظه عدن هو كان رئيسا للمطبعة السريه في العام الماضي وقبل العام الماضي ولحوالي 10 سنوات مضت في صنعاء. القضيه قضيه اجرائيه فنيه بحته تعليميه بحته، حتى مخصصات الاختبارات في جميع محافظات الجمهوريه ومنها المحافظات السبعه التي ستجري فيها الاختبارات للمرحله الاولى غدا تم التعجيز لها من وزاره التربيه والتعليم بصنعاء. تم تعجيز المبالغ الخاصه باجراء الاختبارات من صنعاء يوم الخميس الماضي. ف يعني اريد ان اضمنكم واضمن جميع ابنائنا في كل مناطق اليمن وجميع التربويين اننا نترفع بانفسنا جميعا سواء نحن او الدكتور صالح او بقيه الزملاء من اجل مصلحه ابنائنا وابناء الطلاب نتعامل مع هذه القضيه من منطلق فني وتربوي تعليمي بحت. نعم، ولكن يعني سيد علي، يعني هناك البعض يشكك في سير الامتحانات للعام الماضي، يعني هناك طلاب لم يحضروا امتحانات وحصلوا على معدلات مرتفعه جدا، هناك طلاب متواجدون في الجبهات وحصلوا على نتائج دون ان يحضروا الى الامتحانات، يعني ما الذي يحدث في العام الماضي؟ انا مسؤول عن كلامي. في العام الماضي يعني ما جرى في العام الماضي هل يمكن ان يتكرر هذا العام؟ لا اريد ان اقولها وانا مسؤول عن كلامي، اننا لم نسمح لاي طالب لم يحصل على مركز امتحاني او لم يدخل الاختبار بان يحصل على النتيجة مهما كان. يعني ما كان ينشر او يشاع سابقا. نعم. نحن لم نتعامل مع هذا، بل تعاملنا مع طلاب جلسوا للاختبار في كل مراكز الجمهوريه اينما كانوا، اما الطلاب الذين لم يلتحقوا بالامتحان فنحن لم نرفع لهم اي نتيجه، وهذه امانه علينا امام الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ان نتسامح بمثل هذه القضايا مطلقا مطلقا مطلقا. نعم، إذا أشكرك علي الحيمي عضو اللجنة العليا للامتحانات أو للاختبارات، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من تعز مدير مركز الإعلام التربوي أحمد البحيري. سيد أحمد مساء الخير. أهلا وسهلا سيد أحمد. أنتم في مركز الإعلام التربوي، ما هي آخر التقارير المستجدة لديكم بشأن الحالة التعليمية في البلاد؟ التقارير المتواجدة لدينا تقول بأن وضع التعليم وضع سيء للغاية. اليوم وضع التعليم، نحن لا نتحدث اليوم عن تداعيات الحرب على التعليم بقدر ما نتحدث، أصبحنا انتقلنا إلى نقطة سيئة، نتحدث عن حرب التعليم نفسها. أصبح التعليم وسيلة من وسائل الحرب بين الأطراف المتصارعة في اليمن. نعم. للأسف الشديد نحن نمر بهذه الأوضاع السيئة، الانفلات الأمني والوضع السياسي منفج الأفق والحرب التي تجري في محافظة وأخرى بين المحافظات وبين أطراف النزاع في الجمهورية اليمنية، لكن العملية التعليمية أصبحت جزء من هذا من هذه الحرب الخذرة التي تشن من قبل الميليشيات الانقلابية في صنعاء. أجزم بأن الحرب الحاصلة في اليمن اليوم هي نتيجة لغياب التعليم في الماضي وأوضعته. المؤشرات التي تتواجد لدينا تقول بأن الميليشيا استفادت من هذا المناخ المناسب، هو غياب التعليم الذي أوجده علي عبد الله صالح. نعم. الرئيس السابق، وحاولت أن تستثمر هذا الوضع وتقود عملياتها الانقلابية على الوطن ووظفت الطلبة. لكن كيف تقيمون مستوى الأداء التعليمي في المحافظات المحررة؟ كنت قد سألتك يعني كيف تقيمون مستوى الأداء التعليمي في المحافظات المحررة؟ أنا قلت بأن وضع التعليم في الجمهورية اليمنية سيء للغاية في جميع المحافظات، سواء كانت المحافظات المحررة أو المحافظات غير المحررة. نحن في مركز الإعلام التربوي لدينا تقرير لم ينشر باحث يقول صنفت اليمن على 3 مناطق، محافظات محررة ومحافظات منتهبة ومحافظات تخضع لسيطرة الميليشيا. المحافظات المحررة للأسف الشديد لم تكون دور الحكومة الشرعية حاضرة فيها. نعم. الوضع المطلوب ان تكون ان تتواجد فيه.
الشرعية تواجدت كمقاومة وكفصائل مقاومة لم تتواجد كشرطة شرعية تمتلك مؤسسات وتحاول أن تفرض توجهاتها في التعليم. انقلب التوجه من توجه حكومة شرعية ودولة إلى توجه فصائل تحاول أن تفرض هذا التوجه من خلال فرض آراء وأفكار إما متطرفة أو غير ملائمة للمجتمع، كفرض توجه مثلا لذات محدد على مدارس البنات سواء كان في عدن أو في تعز في بعض المناطق في تعز. للأسف إن غياب الحكومة الشرعية وحضور فصائل المقاومة، غياب الحكومة الشرعية لمؤسساتها وحضور فصائل المقاومة مع زيادة الرؤية لما يجب أن تعمله هذه الحكومة الشرعية الممثلة بوزارة التربية والتعليم، كان له دور كبير في عدم إتمام العملية التعليمية كما ينبغي. العملية التعليمية في المناطق المحررة لم تكن أحسن حال في من المناطق الأخرى في الجمهورية اليمنية سواء كان في المحافظات المتحدة أو المحافظات الواقعة تحت سلطات الميليشيا الحوثية. لكن الانقسام الحاصل في مواعيد بدء الامتحانات امتحانات الثانوية العامة، يعني هذا الانقسام هل سيكون له تأثير في وضع العملية التعليمية؟ بلا شك، أنا قلت في سابق في كلامي أن الانقسام اليوم لم نعد نحن نتحدث عن أن التعليم يشهد تداعيات الحرب، بل أصبح هو وسيلة لمسائل الحرب، وهذا الانقسام الحاصل هو مؤشر خطير على ما وصل. يعني أقصد ما هو ما أثر هذا الانقسام على سير الامتحانات وأيضا على النتائج؟ هذا سيكون له آثار مستقبلية بأن العملية التعليمية تزلزال. سواء الطالب أصبح اليوم يعاني من ضغوط نفسية، من ارتداد حاصل، مدراء مكاتب التربية خاصة في المناطق المنتجة وفي المناطق أخرى يعانون أيضا مع من يتعاملون، خاصة أن وزارة الانقلابية وزارة التربية والتعليم المسيطرة عليها الحكومة الانقلابية في صنعاء تتحكم في الموارد المالية، تتحكم في رواتب الموظفين. قد يكون لهذه العملية أيضا لإجراء الامتحانات بعيدا عن صنعاء ردود انفعالية من الحكومة الانقلابية من توقيف رواتب بعض المعلمين أو غيرها، هذه أيضا ستؤثر على العملية التعليمية وسيكون لها أيضا ربما في المستقبل توجهات لإقامة منهج منفصل عن العاصمة صنعاء، وهذا أيضا في ظل الحرب القائمة لن يكون في صالح العملية التعليمية. نعم، إذن السيد أحمد البحيري مدير عام أو مدير مركز الإعلام التربوي كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. في الختام لا يسعني إلا نشكر ضيوفي، كان معي من عدن الدكتور صالح الصوفي القائم بأعمال قطاع المناهج والتوجيه، وأيضا كان معي من صنعاء علي الحيمي عضو اللجنة العليا للاختبارات، وأيضا كان معي السيد أحمد البحيري مدير مركز الإعلام التربوي كان معنا من تعز. في الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.